اول حاجه زرار النيو اللي احنا حطيناه في فورمه الليسته اللي احنا عملناها ده ما تعملوش كليك. ليه ما تعملوش كليك؟ لان احنا اصلا لسه ما عملناش الفورمه بتاعت ايه، بتاعت الايديت. احنا فورم الليست عندنا بتنتهي بكلمه ليست، يعني جروب فورمه الليست بتاعتها تبقى جروب ليست. تمام، احنا بقى هنعمل فورم جديده. الفورم دي هتبقى ايه؟ هيبقى اسمها جروب ايديت، اللي هي على ست تارجت، اللي هي هتبقى ايه؟ هتبقى بتاعه الاضافه والتعديل. هنضيف ويب فورم، سواء احنا عايزين نضيف ويب فورم ويز ماستر بيج. ويب فورم ويز ماستر بيج عليكم ست تارجت، هنسميها جروب ايديت. هنختار الماستر بيج بتاعتنا كالعاده. انا تقريبا نسيت حد مع الادمن ال تي بسرعه. نسيت فلاشتي. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين دلوقتي الفورم اللي احنا هنعملها دي هيبقى فيها الشاشه اللي احنا هنعملها دي هيبقى فيها فورم. المره اللي فاتت عملنا الشاشه اللي كان فيها التيبل اللي هي شاشه الليست. النهارده هنعمل ايه؟ الشاشه اللي فيها الاضافه والتعديل. نجيب الحاجات بتاعتها منين؟ عندنا هنا في حاجه اسمها فورمز. تمام، افتح كده حاجه زي دي مثلا. ايه شكل الفورم بتاعتهم بتاعت الادمن ال تي؟ تمام، تعمل ايه حضرتك؟ تروح واقف كده كليك يمين انسبكت اليمنت. تعمل بقى ايه؟ تمسك من اول الكونتنت. طبعا السايد بار اهو مالناش دعوه بيه، هنمسك الكونتنت اللي جوه. تقف على ده كده وتروح واخد ده كده كله كوبي. بعد ما خدته كوبي تقف هنا تحطه بيست. تمام، نمسكها بقى واحده واحده بقى. بوكس ديفولت دي اول واحده، دي اول بوكس يعني. تمام، طبعا البوكس ده ممكن يكون ديفولت، عشان فلما يبقى ديفولت هيدي لك اللون الرمادي ده. تمام، طبعا الرو ده ما مش عايزينه في حاجه، طبعا كل الرو ده مش عايزينه، بس عايز اقول لك ان البوكس ده ممكن يكون دينجر يعني احمر، ممكن يكون انفو، هو البوتستراب. تمام، وهكذا يعني نفس النظام يعني. طبعا الرو ده كله مش عايزينه، احنا عايزين بوكس واحده بس، مش عايزين اكتر من واحده يعني. ليه احنا خدناها كوبي بيست؟ عشان نفولو الديزاين بالظبط يعني. احنا كل اللي هنعمله ان احنا خدنا الحاجات بتاعت الديزاين بالظبط، وهنعمل ايه؟ هنعدل بس الحاجات اللي ايه، ال HTML نخليها حاجات اسبكس. طبعا الديفولت ده انا هشيله واحط مكانه برايمري. هعمل بوكس برايمري عشان يديني ايه؟ اللون الازرق مش اللون الرمادي يعني. طبعا لازم تسال نفسك سؤال، هو في سكريبتات او في حاجه معينه موجوده في الفورمه دي؟ هو غالبا ما فيش، بس انت لازم تسال نفسك السؤال ده دايما يعني. تبص على السكريبتات هنا في حاجه غريبه. طبعا سيلكت تو ده غريب، بس احنا مش محتاجينه دلوقتي. سيلكت تو ده بيعمل ايه؟ بيخلي لك الكومبو بوكس اللي هو الدروب داون ليست يخليها فيها سيرش. شايفين الديت ده؟ ده احلى ولا الكالندر الهباب اللي احنا بنستخدمه بتاع الدوت نت؟ بص شايف الكالندر؟ الكالندر شكله محترم جدا. ده شكل تاني ليه؟ ده دروب داون باتون. الحاجات دي كلها على فكره عارفين عباره عن ايه؟ فايل سي اس اس وفايل جافا سكريبت. شكرا، تلاقي الكنترول ده بقى معاك. طبعا ده اللي هو الكالر بيكر، لو انت عايز تختار الوان مثلا ولا حاجه.
ده نيوميريك اب داون. بص للتشيك بوكس شكله عامل ازاي. طبعا انت طبعا عايز تعمل نفس الشكل ده فولو نفس الديزاين يطلع لك نفس الشكل. ما علينا. طبعا اتفقنا ان البوكس فيها بوكس هيدر وبوكس بادي. تمام. هنسيب الزرارين دول في الهيدر ونديلها اسم مثلا يعني المجموعات. طبعا دي البريد كرامب اللي هي السايت ماب باص مش عايزينها دلوقتي، او خلي السكشن بتاعها بس شيل لنا الكلام ده كله. هنمسك بقى البادي. البادي فيه ايه بقى؟ رو تمام وكل ميد 6. دي واخده كل ميد 6 ودي واخده كل ميد 6 صح كده؟ مبدئيا احنا هنشتغل على ايه؟ على عمود واحد مش هنشتغل على عمودين. اوكي؟ فبالتالي كل ميد 6 دي مش عايزها انا خالص، شيلها نهائيا. ايه؟ انا هشتغل على عمود واحد، اصل الفورم فيها 3 كنترول. هعملهم ايه؟ واحد كده واحد كده واحد كده، شكلها بايخ قوي يعني. تدخل الكل ميد 6 دي تخليها 12 عشان تاخد ايه؟ الصفحه كلها. الفورمه بيبقى فيها دفايه واخده كلاس اسمه فورم جروب. تمام. يعني دايما كل سطر كل كنترول بيبقى عباره عن دفايه اسمها فورم جروب، وجوه الفورم جروب دي في ليبل والكنترول نفسه. تمام. الكنترول نفسه بيبقى واخد ايه؟ طبعا ده عشان السيلكت تو، بيبقى واخد فورم كنترول. تمام كده يا رجال. اول حاجه هتعملها ان انت هتشيل الكنترولز دي. الليبل او احنا ممكن نسيب الليبل على فكره زي ما هو كده HTML، لان احنا مش محتاجين الليبل اصلا هناك، يعني مش هنأكسسه من الكود يعني. الاسم عربي، وطبعا تيجي هنا تروح حاطط التكست بوكس بتاع الاي اس بي دوت نت، تدي له اسم تكست ايه نيم، وروح تروح تدي له كلاس. هتدي له كلاس اسمه ايه؟ اسمه فورم داش كنترول. طبعا كل ما انت ما تلتزمش باسامي الكلاسات والكلام ده، كل ما انت ما تجيش تقول لي هو الديزاين مش طالع ليه يا باشمهندس. وهنشيل كل الكلام ده. دي اول فورم كنترول عندنا. كنترول كي دي. الفورم كنترول دي شيلها. خلاص مش عايزينها. نعمل احنا بقى ايه؟ الديفات بتاعتنا بقى ناخد دي كوبي كده ونكتب الاسم انجليزي، بعدين تعمل كده بيست تكتب كلاس. كلاس بيدي ستايل بس للفورم، يعني بيدي ستايل للكنترولز اللي جواه. تمام. هو ككلاس نفسه ايه اللي مكتوب فيه جوه انا مش عايز افهم. هو بيعمل ايه؟ بص اقول لك على حاجه، انا ما اعرفش كلاس الفورم كنترول بيعمل ايه، ولا كلاس بتاع يعني لو اعرف فورم كنترول بيعمل ايه، ولا اعرف فورم جروب بتعمل ايه. كل اللي اعرفه ان الديزاين ده بيطلع بالكلاسات دي، فانا بروح واخدها من اماكنها حاططها في اماكنها. اللي هو ما احنا خدنا الاسبكت وخدنا كل الكلام ده كله، غيرنا اللي احنا عايزينه بقى. طيب طبعا الملاحظات، المفروض يبقى تكست بوكس. الكتب فيه كلام كتير صح؟ عندنا حاجه في الملاحظات لو تفتكروا في بروبرتي اسمها تكست مود اللي احنا عملنا فيها الباسورد. تكست مود بتساوي تكست مود، طبعا ايه ممكن تحدد
الداتا تايب بتاعت اللي انت هتستخدمها في التكست ده، تمام، اللي هي انبوت تايب مش عارف ايه لو تفتكروا يعني. فانا عندي حاجه اسمها مالتي لاين. ايه ايه احنا بنعمل الفورم اللي هتعمل الانسرت وابديت، تمام. مش احنا عملنا الجروب ليست المره اللي فاتت، المره دي بنعمل الجروب ايديت بقى. طيب انا اديت له تكست مود مالتي لاين عشان ايه؟ يقدر يكتب كذا سطر يعني. كده احنا تقريبا رسمنا الفورم بتاعتنا، ناقص بقى ايه؟ ان في حاجه اسمها، بص بقى، فورم فوتر. في الفورم فوتر دي بقى تروح تحط بقى ايه؟ تحط لك زرارين. بوكس تول مش عارف ايه. طيب ما علينا، تعالى هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي زرار وادي زرار وما بينهما انتر. طيب الزراير بقى عايزين شكل الزراير، زرار هيعمل سيف وزرار هيعمل نيو، تمام. حلو قوي، تروح واقف هنا كده، تمام. انت بص حياتك كلها انك بتغش يعني، ما تعملش يو اي اليمنت في حاجه اسمها بوتونز، تقف كده، تمام. زرار السيف نعمله ايه؟ اخضر ازرق بقى. لا احنا مش اصل بص الزراير دي بتبقى يوزر اكسبيرينس على فكره، ما بتبقاش يعني حاجات اليوزر بقى متعود عليها، وانت بتدي اليوزر بتاعك فيلينج بالدنيا هتبقى عامله ازاي في السيستم كله يعني. فما ينفعش طبعا كل شويه نقعد ايه، لا هنا اخضر، لا هنا برتقاني، لا هنا. بصوا احنا هناخد البرايمري اللي هو الازرق ده، الازرق اللي هو البرايمري ده هو ده هيبقى بتاع السيف او الايديت. سي اس اس كلاس CSS class بيساوي، وروح اديله ايه؟ البرايمري، والنيو هنديله الديفولت، هنقول له CSS class بيساوي كل الكلام الجميل ده، وبدل button primary button default، تمام. هنا button save وهنا button new. اوكي طيب نتفرج عشان نتفرج طبعا مش هينفع نعمل فيوم براوزر ولا هينفع نعمل رن، لان في سيشن، والسيشن بنتشيك عليها فين؟ في الماستر بيج، فمش هيسيبنا ان احنا نفتح الشاشه دي اصلا. فلازم ادخل صفحه الديفولت واجيب السايد بار اللي هي المنيو بتاعتي. طب وليه المنيو بقى؟ اقول لك انا هنعمل ايه. بدل ما نجيب في الديفولت نشغلها بقى زي ما المفروض تشتغل، نمسك بقى زرار النيو ده، زرار النيو اللي احنا حطيناه في الليست، ونعمل فيه اون كليك، ونخش جواه ونكتب ايه بقى؟ ولا حاجه، هتنقل من الصفحه دي للصفحه الثانيه. معقول لسه ما حفظتهاش؟ في حاجات ما ينفعش تخرج من الكورس ده مش عارفها بصراحه يعني. اعمل بيها ايه السيشن؟ انا مش محتاج اي حاجه ابعتها في السيشن. ايه؟ انا مش محتاج اي شيء ابعته في السيشن، ده انا بعمل نيو. طيب ما ده نيو، ايه السيشن اللي انا بعت سيشن؟ طب
لا يا صديقي، انت سمعت غلط. انا بقول انا لو شغلت الصفحة لوحدها السيشن هترجعني للوجن. هعمل لوجن، هذه الصفحة اللي اسمها قائمة المجموعات اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، وهذا الشكل اللطيف اللي احنا عملناه مع بعض المرة اللي فاتت. هقول له نيو، ادي شكل الفورم الجميل اللي احنا عملناه دلوقتي. بس طبعا الباشا بص، حط لك الزرارين تحت بعض وحطهم كبار كده مجعلصين الاثنين، تحس ان هما كده يعني. فاحنا الحل نعمل ايه بقى؟ نديلهم كل مد كل واحد عشان ايه؟ طبعا لازم نديلهم اسامي طبعا. ايه؟ ماشي، ادينا لهم كلاسز بس ما تدخلهمش كل مد عشان يصغروا. بص شكل الفورم البرايمري عامله ازاي؟ طيب بص يا سيدي، تقف كده، هنجرب طبعا نديله كل كل داش مد داش اتنين. ايه؟ ايه يا شباب المشكلة؟ اه برايمري. طيب، كل مد اتنين، كنترول اس كنترول اف خمسة. عن الصفحة لما بتروح وبتيجي تبقى شغلانة يعني. طبعا ما قصرش في الكلام ده خالص يعني. لا، مش شرط. خد اصلا الكلاس ولا لا؟ بص الباتون اتحول لايه؟ اتحول لانبوت تايب باتون، اللي هو الباتون بتاع الاي اس بي. بص هو خد كل مد بس ما اثرتش فيه. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان انا محتاج اعمل ديفايه هنا كده، والديف دي اديها انا كلاس بيساوي كل داش مت داش 12، وجوه الدفاية دي اروح عامل دفاية تانية، والدفاية التانية دي بقى اروح اديلها ايه؟ كلاس كل مت 2. تمام، اروح واخد اول زرار حطه فيها، وادي اجي على اعمل دفاية تانية تحتها واحط فيها الزرار التاني واقول له كنترول كي دي كنترول اس كنترول اف 5. بنقفل وبنفتح اسرع من كده، مش عارف. تقول صنع طيب عشان انا ما ازهقش عليه. ادي الكلام. راجع البوتستراب. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ اول حاجة هننفذ زرار النيو. ايه؟ عشان تشيل الاتنين يا صديقي. اعمل دفاية تشيل الاتنين دف ده انا حطيتهم تحتها. كنت ممكن تعمل دول لوحدهم على فكرة والله، ما كانش هيقول لك لا يعني. ممكن يكون تعود مني مش أكتر يعني. إن أنا دايماً بعمل ديف 12 أحط فيها اللي أنا عايزه.
طيب أول حاجة زرار النيو ده نكتب عليه جديد، وهقف هنا وأقول له اون كليك، والزرار ده هنعمل عليه حفظ، واجي هنا اقول له اون كليك، ادخل في الكود. زرار النيو هيعمل ايه؟ زرار النيو هيروح يفك الداتا اللي موجوده في الفورم، تمام؟ يعني لو انا كنت كاتب في الفورم دي اي داتا، زرار النيو ده وظيفته ان هو يفضيها لك خالص. ازاي نفضي الداتا اللي موجوده في الفورم؟ نعمل ايه؟ ايوه ممتاز جدا. هقول له مثلا تكست ايه نيم ده دوت تكست بيساوي سترنج فاضي او سترنج دوت امتي ايا كان. هدخل على ايه فورمه الايديت دي، اظبط بقى اسامي التكست بوكسز، تكست اي نيم، تكست نوتس. اللي فوق ده يعني ايه كريت الفورم؟ ماشي ليش في الفورم في اللي هو في حاجه زورت اسمه كتير لما الفورم. جميل جميل جميل، فاهمك فاهمك فاهمك. هو بس الكنترولز بتاع الاي اس بي ساعات ما بتتاثرش بالحاجات الحلوه اللي انت بتقول لي، فعشان كده بنضطر ان احنا نفضيها مانيوالي. يعني تكست اي نيم دوت تكست بيساوي تكست نوتس دوت تكست بيساوي سترنجها فاضي. حد يعرف يختصر الكود ده؟ ايه بلس ايه هتكون كاتنت ايه مع ايه؟ ايه مش هتديني جديد يعني، اصل هو دي لا. بص 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 من غير ما اعرف فاريبل يا صديقي، ثلاث سطور بقى سطر واحد، تمام. نيجي بقى للسيف. عشان نعمل سيف لازم نروح الاول على البيزنس لاير، نعمل الميثود بتاعت السيف وبعد كده نناديها هنا، صح كده الكلام؟ طيب ميثود السيف هنروح على البيزنس لاير على الكلاس اسمه جروبس، تمام. هنقف هنا نعمل ميثود بتعمل سيف. ميثود السيف دي هترجع بوليان عشان تقول لنا سيفت ولا ما سيفتش. بوليان سيف هتاخد مننا ايه؟ هتاخد مننا اوبجكت من نوع تي بي جروب، وهتاخد مننا فاريبل من نوع بوليان يعرفنا احنا بنعمل نيو ولا بنعمل ابديت. از نيو، تمام. نفس اللي احنا عملناه قبل كده. عشان اتعامل مع الداتابيز لازم اعمل ايه؟ اخد اوبجكت من الكونتكست، تمام. بس الفرق دلوقتي بقى، الفرق دلوقتي ان انا معايا اوبجكت كامل، يعني انا مش محتاج هنا املاه، يعني اوبجكت انا مليته، انا هنا مش محتاج املاه خلاص، صح ولا غلط؟ انا محتاج املاه دلوقتي ولا مش محتاج؟ مش محتاج املاه، انا بعته مليان اصلا، تمام. حلو قوي. يبقى انت هنا تقدر تعمل ايه؟ تقول له اف از نيو، تمام. تقول له سيتي اكس دوت دوت ايه؟
إسماعيل، أنت مع الأسف. تمام تمام دوت إيه؟ إيه؟ دوت إد؟ إد إيه بقى؟ أكتب إد كده؟ هي إد فين بقى؟ كمل. هنضيف. تمام. وادي له الاوبجكت اللي انا هعمل له اد. تمام كده. طيب ولو هو بقى ابديت، المفروض ان احنا كنا بنعمل سيف تشينجز بس. تمام، بس ده لاننا كنا بنعتمد على ايه؟ لاننا كنا بنعتمد ان احنا في معانا اوبجكت وجايبينه من الكونتكست وبنملى الفاليوز بتاعته، فلما بنقول له سيف تشينجز فهو خلاص عدل. حلو، انما هنا الكلام ده مش موجود. الحاله دي انا معايا هنا الاوبجكت جاهز، فقدامي حل من اتنين. اول حل ان انا اعمل اوبجكت جديد اقول له تي بي جروب. تمام، مثلا ابديتد جروب. اوكي، واخد منه نيو، وبعد ما اخد منه نيو اروح اسلكته من الداتابيز، او من غير ممكن ما اخدش منه نيو، اروح اقول له ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي الكونتكست دوت تي بي جروب دوت وير، واروح اقول له ايه؟ ان الجروب اي دي بيساوي الجروب اللي مبعوث فوق ده اللي هو البارامتر دوت جروب اي دي دوت فيرست اور ديفولت. تمام، وبعدين اقعد انا بقى ايه اظبط نفسي في ايه، في ال يعني املى بقى الفاليوز تاني. بس انا كده هبقى عملت دبليكيشن في الكود، يعني كده هبقى انا بص انا هناك هعمل ايه هنا في الفورمه؟ في الفورمه هنا هملى الاوبجكت وابعته للسيف. تمام، واجي هنا تاني في البيزنس لاير اكرر نفس الخطوه، اروح اجيب الاوبجكت من الداتابيز واملى الفاليوز عشان اعمل سيف. تمام، طيب هو مفيش حل غير كده؟ ايه؟ عملت دبليكيشن في الكود بس مش اكتر. يعني بص انت كده هنعمل بقى زي المره اللي فاتت، تروح تقول له ان ده دوت الجروب اي نيم، انا هعملها لكم عشان ايه؟ عشان تفهموها بس. بيساوي دوت جروب اي نيم. اوكي؟ وتروح تاخد بقى الكلام ده عشان ننجز. نقول له جروب اي نيم ده عشان لما ايه؟ لما تحبوا تعملوا شغل بسرعه. لما يعني. كده احنا ملينا الايه؟ الفاليوز بتاعته، تمام؟ تقدر بقى تيجي هنا وتروح قايل له ايه؟ سيتي اكس دوت سيف تشينجز. خد بالك؟ تقدر كده تقول له سيف تشينجز، كده ايه؟ هيبقى معاك 100 100. وطبعا ممكن السيف تشينجز دي ناخد نحطها بره، بحيث ايه؟ انه في حاله الاد هيدخل يعمل اد، وفي حاله الابديت هيخش يعمل ابديت ويظبط نفسه والسيف تشينجز. تمام؟ ده تقريبا نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. صح كده؟ ده نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. هنا بقى هنعمل ايه؟ اقول لك انا بقى هنعمل ايه؟ هنا هنقول له اول حاجه تي بي جروبس، ولا هجيب معاك اي حاجه. ليه مش هجيب معاك اي حاجه؟ لان انت المفروض تقف فوق تقول له يوزنج بزنس لير. تقف هنا بقى تقول له ايه؟ تي بي جروبس. تمام، وتاخد منه اوبجكت، وتيجي هنا تقول له ايه؟ تي بي جروب دوت
الـ A name بيساوي الـ text box A name dot text group dot. تمسك الـ E name وتقول لها إنها بتساوي إيه؟ text box E name dot text. أوكي؟ تمسك OTP group dot notes تقول إنها بتساوي text notes dot text. كده إحنا ملينا البروبرتيز بتاعته. تمام؟ تعمل بقى ايه؟ تفتح بقى CLS groups اللي هو الكلاس بتاع البيزنس لاير. ده كلاس البيزنس لاير. equal new فتحت object من الكلاس بتاع البيزنس لاير. او CLS groups ده دوت مش هتلاقي السيف طبعا لان السيف جوه ما اتعملتش public. وطبعا السيف لسه ما اتظبطتش لان المفروض السيف ترجع بوليان واحنا ما بنرجعش حاجه. هنعمل تراي وكاتش. ونقول ان هو لو كمل في التراي يريتيرن ترو ولو دخل الكاتش يريتيرن فولس. حد سقط في اي لحظه؟ في الكود ده احنا كده احنا هنا في البيزنس لاير في الكلاس ده. الكلاس ده مش شايف اصلا التكست بوكسز. اه طبعا عشان كده ادينا له هنا بارامتر جروب والجروب ده انا عمال املاه منين؟ عمال املاه من هناك من الفورو. ملوش اي علاقه بالفورو، مفصول تماما عن الفورو. ده دي اللاير اللي بتكلم الداتا اكسس. تمام؟ ومش من حقها انها تشوف الفيو فيها ايه. ليه؟ لان الفيو دي زي ما اتفقت معاكم النهارده هي ويب فورمز بكره هتبقى ام في سي. فما ينفعش انها تبقى مرتبطه بايه؟ باليو اي، ما ينفعش تبقى مرتبطه بالتكست بوكس وبالكلام ده كله. اوكي؟ الابلكيشن بيفكرني ان انا في حاجه المفروض اشرحها لكم. تمام. هروح اقول له ايه؟ CLS groups dot save. والسيف دي هبعت فيها ايه بقى؟ هبعت او تي بي جروب اللي انا مليته ده وهبعت له الاذن يو. الاذن يو حاضر. الاذن يو بقى انا هبعتها دلوقتي بترو بس كمان شويه هوريكم هبعتها ازاي. الاذن يو يعني ايه؟ يعني لما اديها له بترو يبقى كده هيعمل جديد، لما اديها له بفولس يبقى كده هيعمل ابديت. تمام؟ لو انا دخلت جوه السيف وبصيت السيف بتاخد ايه؟ بتاخد الجروب وبتاخد الاذن يو. تمام؟ انا خدت الجروب فتحت الكونتكست. تمام؟ رحت عملت له اد لو هو جديد إلس رحت عملت ابديت وفي الاخر بعمل سيف تشينجز. تمام؟ في الفورم هو ايه؟ اه انا مليت الاوبجكت ده من الداتا بتاعت الفورم. تمام؟ ورحت بعتها للميثود بتاعت السيف. ميثود السيف خدت الاوبجكت ده وضفته في الداتا بيس مع الانتري فريم ورك. تمام؟ ايوه اه تمام تمام. بصي تعملي ستاتيك في الميثودز اللي هي ما يكونش فيها لوجيك، ما تكونش فيها بزنس لوجيك، تكون الميثود دي بتعمل لك عمليه معينه. يعني مثلا على سبيل المثال ميثود بتحول لك مثلا السترنج الانتجر عن طريق التراي بارس ومش عارف ايه والقصص دي. هي بتعمل لك فانكشن معينه في البرمجه مش بتعمل لك بزنس. فاهم قصدي؟ يعني البزنس ان انا اسيف في داتابيز اعمل كالكوليشن الكلام ده كله، كل ده تعمليه في كلاس وتفتحي منه اوبجكت ما تعمليهاش ستاتيك. تمام؟ يعني هو الاستاتيك ده بيبقى اصلا برضه فاتح اوبجكت بس الاوبجكت بتاعه بيبقى مفتوح على مستوى الابلكيشن كله. ف
فما ينفعش ان انت تكتري فكره الاستاتيك، لان كل دي اوبجكتات عماله تتفتح وتترمي في الميموري. تمام؟ طيب فهمنا كده حتتين الكود دول. احنا في الجزء الاولاني هنا عملنا ايه؟ ملينا الاوبجكت ده بالبيانات بتاعت الفورم. تمام؟ وجوه هنا في السيف عملنا ايه؟ رحنا عملنا له اد او عملنا ابديت، وفي الاخر بنعمل سيف تشينجز. تمام؟ تيجي نجرب الكلام ده نشوفه هيعمل اد فعلا ولا لا، ولا بالمره احط لكم الحته بتاعت الاز نيو. الاز نيو هيجي منين؟ الاز نيو هيجي من كويري سترينج. في حاله الايديت لما ادوس على الايديت، تمام، هيبعت لي هيبعت للصفحه دي كويري سترينج يعرفه ان كان هو بيعمل جديد ولا ان كان بيعمل تعديل. تعال نشوف الفورمه بتاعت الليست دي. فورمه الجروب ليست عملنا فيها فعلا الاثنين بطن، والاثنين بطن دول ادينا لهم كوماند نيم وكوماند ارجيومنت. هل عملنا بقى احنا الرو كوماند ولا لا؟ لسه ما عملناش الرو كوماند. طيب هنقف هنا كده ونعمل رو كوماند. للي مش فاكر الرو كوماند بيعمل ايه، ده دي ميثود بتتنفذ لما اي ايفنت يحصل في الداتا جريد. هنخش جوه الرو كوماند هنعمل اف ان الاي دوت كوماند نيم ايكوال لا اي دوت كوماند نيم ايكوال وبعدين نعمل else if ان الكوماند نيم ايكوال حاجه ثانيه. هناخد اسامي الزراير طبعا، اسامي الكوماند دي هنروح ناخدها من هنا. طبعا انا ما بحبش الروشه، اقفل لي كل الكلام ده بالسلامه. انا بس يعني بقفلهم عشان ايه، الحاجات الكتير المفتوحه بتضايقني، ما تلخبطوش. بس كده ما عندناش غير حاجه واحده مفتوحه، بطن ايديت وبطن ديليت. تمام؟ في البطن ايديت انا لما ادوس على زرار الايديت عايز اروح على الشاشه وابعت لها كوري سترينج، اكتب ايه؟ اسماعيل. نعم. ها؟ مش عارف اقول اللي بعدك. احنا كل محاضره كده انا اسالكم في الحته دي ما تعرفوش ولا ايه؟ والله العظيم لو واحد غريب بيتفرج على الفيديوهات دي يضحك عليكم. ايهاب. ايوه. ها؟ دوت ايه؟ حاضر. بعد كده اسم الصفحه. حاضر. بعدين علامة استفهام. is new اقول بيساوي 2. وهنا يا عم هبعت هنا برضو نفس الايه، نفس البارامتر برضو، اقول له is new بيساوي 1، وهاخد الكويري سترنج ده اعمل له عندي كاست على ايه، على طبعا انا ممكن ابعتها 01 عشان نعمل له كاست على بوليان، ابعتها 01 عشان نعمل لها كاست على بوليان. ايه يعمل كاست جدا بس. لا لازم بس ده سترينج كده كده هتكاست. فبدل ما اقعد اكتبها ترو فولس واوجع قلبي، هي 01. تمام. طيب حد عنده مشكله في السطر ده ولا في السطر ده؟ اه لو انا كنت من المدرسين بتوع زمان اللي بيمسكوا العصايه والحاجات دي. حتى معيش حزام النهارده. يا راجل اسكت، ده انا كل محاضره بسال في نفس الكلام.
يلا هندخل على الجروب ايديت. تمام، هعمل ايه بقى؟ هقف هنا كده واروح قايل له بوليان. تمام، هي از نيو بيساوي كونفرت دوت تو بوليان. علي، هجيب الداتا من الكوري سترينج ازاي؟ عبد الواحد ريكويست دوت، ها مين بيقول كوري سترينج؟ اللي بيقول كوري سترينج وريني نفسه. مين بيقول؟ ايهاب ليه كوري سترينج؟ قول. طيب ماشي. لازم تبقى ثابت كده، واي حد يقول لك يعني يخش فيك شمال يهزك. تكتب اسم الفاريبل بتاعك از نيو. تمام كده، هيعمل ايه؟ هيروح ياخد القيمه من الكوري سترينج ويحولها لبوليان، وبدل الترو اللي انا بعته هنا ده هبعت الفاريبل ده. كده بقى التوموتيكي هو عارف نيو ولا مش نيو، وبيبعت للميثود وبيظبط نفسه. تمام. طيب بس في حاجه نسيناها على فكره. عارفين نسينا ايه؟ ان في حاله التعديل المفروض نملى الكنترولز بالداتا القديمه، صح ولا غلط؟ هنملى الكنترولز بالداتا القديمه فين؟ في انهي ايفنت؟ مين بيقول بيتش لود؟ رايك يا مصطفى في الموضوع ده؟ حاسس ان انت النهارده تايه في الادغال. انت رايك ايه؟ المفروض لما انا ادخل في حاله التعديل املى الكنترولز بتاعت الفورمه بالداتا القديمه اللي كانت موجوده عندي في الداتا بيز. هي؟ لا انا داخل في حاله التعديل، مش المفروض اشوف البيانات القديمه ولا هعدل على ايه انا؟ هنكتب الكلام ده فين؟ في انهي ايفنت؟ طيب اول حاجه تقول له اف از بوست باك ريتيرن. تمام، تاني حاجه تروح تعمل ميثود عندك هنا في الفورم void get data. get data دي هتعمل ايه؟ هتروح تنادي الداتا بيز وتجيب اوبجكت من مين؟ اوبجكت من جروب، وتملى بالاوبجكت ده الكنترولز اللي على الفورمه. طب ما انا عشان اتعامل مع الداتا بيز محتاج اعمل ايه؟ محتاج افتح كونتكست. طب ما احنا اتفقنا ان انا ما اقدرش افتح الكونتكست هنا في الفورمه. تمام، يبقى هنجيب الكلام ده منين؟ هنضطر نروح نعمل ميثود فين؟ في البيزنس لاير. يبقى تطلع على البيزنس لاير كده، كلاس اللي اسمه جروبس، وتروح تعمل لك ميثود جميله بابليك. الميثود دي هترجع ايه؟ هترجع اوبجكت من نوع تي بي جروب. تمام، الميثود دي هيبقى اسمها فايند. هتاخد مني حاجه؟ مش هتاخد. هفتح كونتكست وراح اقول له تي بي جروب. تمام، ماي جروب بيساوي، ها حد يملي؟ ملي يا مصطفى. ايوه انا، امال انا؟ انت كويس، انت مش زي صاحبك، انا عارف ان انتوا الاثنين بتاثروا ببعض. قول. ايه؟ حاضر، اخد لك اوبجكت منه. يلا بعدين. ها اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب الداتا من الداتا بيز.
اللي هي اسمها ايه؟ استنى انت عبد الواحد يا علي، عايز اجيب الداتا من الداتابيز. اسماعيل طب وده مش فاكره ليه؟ طيب، امال احنا جبناها هنا ازاي؟ امال دي جبناها ازاي هنا؟ يعني اشمعنى السطر ده عديته وكان بالنسبه لك عادي جدا ما فيهوش اي مشكله وتحت السطر ده يعني مش جاي على مزاجك يعني. بصوا بقى، في طريقه ثانيه ان احنا نشتغل بموضوع الكويري ده. تمام؟ اولا احنا ممكن نشتغل بنظام الاس كيو ال. يعني ممكن اقول له تي بي جروب ماي جروب بيساوي تكتب سيكوال. بص بقى كونتكست تي بي جروب تمام دوت اس كيو ال كويري، وافتح الكلام ده واكتب الكويري اللي تعجبك. تمام، هنا اكتب الكويري اللي تعجبك. حلو، بس طبعا لازم تعمل كاست. بنعمل كاست على ايه؟ على تي بي جروب، لان يعني هو بيبقى مش عارف، انت 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 ناوي تريترني ايه. ثواني بس عشان افتكر الكاست كان بيتعمل ازاي. ثواني بس، بص يقول لك cannot imply convert system the data to entities to information. هيبقى ليها طريقه اصلها في الكاست. طب لو قلنا له dot first or default تمام select asterisk from تي بي جروبس، تروح تاخد جملة السيلكت من السيكوال احسن لك عشان ايه؟ ما تغلطش في حاجة. تشغلها طبعا عشان تتأكد انها شغالة، كوبي، تروح عاملها حضرتك هنا بيست. تمام؟ دي طريقة. حلو؟ ايه الطريق دي؟ اول طريقه طبعا، اول طريقه اللي احنا عارفينها ان انا اقول له تي بي جروبس ماي جروب بيساوي كونتكست دوت تي بي جروب دوت وير. تمام، طبعا اقول له ايه الكونديشن بتاعي، الجروب اي دي بيساوي ايه بقى؟ ولا هتعرف تجيب اي حاجه، الميثود مش مبعت لها ولا بارامتر. ايه؟ هو في فين القيمه المبعوثه؟ هو في بارامتر مبعوث اصلا؟ تبعت جروب اي دي، تاخد الجروب اي دي ده من هنا تحطه فين؟ هنا. وبعد كده الحمد لله كله دخل في كله. دوت فيرست اور ديفولت. دي الطريقة اللي احنا عارفينها صح؟ الطريقة الثانية حاجة اسمها لينك يو كويري. تمام؟ اللينك يو كويري طبعا سبحان الله مايكروسوفت دي يعني ناس عجيبة في كل شيء. تمام؟ السيكوال ربنا خلقه من يعني من أول ما ربنا خلق السيكوال، ومعروف إن أنت بتعمل تقول كلمة سيلكت الأول. يعني معروف إن أنا عشان أسيلكت فبقول كلمة سيلكت وهسلكت ايه؟ وبعدين فروم تمام؟ وبعدين الوير. يعني ده الطبيعي اللي الناس كلها عارفاه.
مايكروسوفت بقى ليه ما يتفلسفوش ويعمل لك طريقه في السي شارب ممكن من خلالها تعمل كويري. تمام؟ ازاي بقى؟ فروم الاول بيبدا بفروم وبعدين الوير وبعدين في الاخر ايه الحاجات اللي هو عايز يعملها سيلكت. ايه؟ لا دي سيلكت وبيقول لك الحاجات اللي انت عايز تعملها سيلكت وبعدين فروم وبعدين وير. يعني هنا كمان المفروض نعمل ايه؟ المفروض نقول له وير ان الجروب اي دي بيساوي تمام؟ نيم دبل كوتيشن نيم بلس وتقول له ايه؟ ثواني بس نشوف ايه اللي مزعله. لا 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 استنى استنى لازم اتنين دبل كوتيشن وهنا اللي تعمل اتنين بلس. لا مش هنا طب احنا بص احنا تعبين نفسنا ليه؟ انا رايحك انا من الموضوع ده كله string dot format وهات كل ده. احسن حاجه تشتغل فيها مع السترنج هي سترنج دوت فورمات بتريحك راحه الدنيا يعني. وتدي له ايه البارامتر اللي انت عايز تديه له تطلع بره هنا كده وتروح قايل له ايه جروب اي دي اللي هو البارامتر بتاعك. هنا الكويري مكتوبه ازاي؟ سيلكت فروم وير ترتيبها. بص بقى ده انا هكتبه بقى دلوقتي غمض عينك بقى وتفاجئ. فار فار ده اللي هو طبعا زي ما احنا عرفنا اي حاجه كويري بيساوي فروم ايه؟ اه لا ارجع ارجع لايام الفاريبلز اللي هو ده اللينك يو بيخليك تكتب كويري كويري في الكود. تمام؟ مش سترنجايه بقى وكده لا حاجه كومبايلد يعني حاجه بتعمل لها كومبايل. ودي ميزه على فكره اللينك يو. ميزه اللينك يو ان هو بيتعمل له كومبايليشن ان انت لو هنا لو غلطت الكومبايلر بيصلح لك. فروم ايه بقى؟ لا لا هي دي نفس سرعه نفس سرعه اللي فوقيها يعني دي نفس سرعه دي. تمام؟ انما دي اسرع منهم. اه عشان دي بتدي له الكوماند فما بيحتاجش ان هو يحول الكلام اللي انت بتكتبه الاوبجكت اللي في الكود دي يحولها للسترنجات والكويريز وكده. اصبر بقى اصبر بقى لسه ما خلصتهاش بس وانت هتعرف اخلصها. ايه يا حبيب قلبي فار دي يعني اي حاجه؟ لا مش اوبجكت فار. بص فار فار غير الاوبجكت. يا جماعه ده مش اوبجكت. انا انتوا كده بتجبروني اشرحها تاني يا جماعه. اسمعوا بقى انتوا كده مش فاهمينها بقى انتوا كده تجبروني اشرحها تاني. يا جماعه الاوبجكت حاجه الاوبجكت ممكن احط فيه اي حاجه وينفع اغيرها في اي وقت. آه. لا دي مش من نوع اوبجكت. دي مش من نوع اوبجكت. فار يعني فاريبل وهو وانا لسه ما عرفتش الداتا تايب بتاعته ايه. الداتا تايب بس لما الداتا تايب بتاعته تتحدد مش هينفع اغيرها تاني. انما الاوبجكت ينفع اغير الداتا تايب بتاعته في اي وقت. ينفع احط فيه مره انتجر بعد كده اغير واحط سترينج وهكذا. مين اللي ما اعرفش اعمل كونفرت؟ ده ما ينفعش اغيره يا حبيبي في السكوب وانا شغال. يعني كده تجبرنا اشرحها تاني من الاول برضو يا عبد الواحد. دي كده سترنج اهي. كويري دي ما ينفعش اجي احط فيها انتجر دلوقتي هيضرب مني. هيطلع لي ايرور. تمام؟ ليه؟ لان هو خلاص خد داتا تايب فوق انها سترنج. انما الاوبجكت ينفع. ينفع اغيرها تحت. فروم؟ لا. بص فروم وتعرف له فاريبل. شفت الفاريبل لامدا اكسبريشن اللي احنا بنعرفها فوق اللي هي الوير دي؟ تعرف له حاجه زي دي كده. تمام؟ بس بتقول له ازاي بقى؟ فروم على سبيل المثال يعني فروم اكس تمام؟ ان وتقول له الاكس ده هياخد من مين بقى؟ اكس ده هياخد من كونتكست دوت تي بي جروبس. تمام؟ بعد كده تقول له وير. احنا اتفقنا الفروم الاول بعد كده الوير.
وير ان اكس دوت جروب اي دي ايكوال ايكوال الجروب اي دي اللي انا فين اللي انا باعتها في الايه في البارامتر. بعد كده تقول له سيلكت الاكس تمام. ما انت لما بتقول له سيلكت اكس بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك الاكس كلها. على فكره ممكن ما اقولوش سيلكت اكس، بص ممكن اقول له ايه؟ سيلكت نيو تي بي جروب تمام؟ وادخل جواها. لو انا بقى ايه؟ لو انا مش عايز سيلكت استريكس وعايز سيلكت كولوم واحد تمام؟ لما بتقول له سيلكت اكس بيعمل ايه؟ بيعملها لك سيلكت استريكس. طب افرض انت مش عايز سيلكت استريكس وعايز سيلكت كولوم واحد بس، هتقول له مثلا جروب اي نيم بيساوي اكس دوت جروب اي نيم تمام. كده انت ايه بتعمل سيلكت للاي نيم بس. اللينك يو فيها مميزات كتير بصراحه. من مميزات اللينك يو ان انت تعرف فعلا انت سيلكت كولوم واحد، انما اللي فوق دي سيلكت استريكس بس تمام. لو انا رجعت تاني وقلت له سيلكت اكس تمام، في ميزه تانيه كمان في اللينك يو ان انت تعرف تعمل فيه جوين، لان اصلا اي حاجه بتتعمل في السيكوال تعرف تعملها في اللينك يو مبدئيا يعني تمام. افرض انا مثلا عايز اعمل جوين ما بين الجروبس وما بين ال وما بين ال بسم الله الرحمن الرحيم وبين اليوزرز تمام. اقول له ايه بقى؟ بص فروم اكس ان كونتكست دوت جروبس تمام. اقول له جوين عادي، جوين اعرف بقى فاريبل جديد تمام، واي مثلا ان كونتكست دوت دي بي يوزرز تمام. بعد كده في حاجه انت لازم ما تنساهاش بقى، الاون اكس دوت جروب اي دي. طبعا البديهي ان انت تقول له ايكوال ايكوال صح؟ واي دوت ولا هتشوفها فاهم؟ لانك مش لازم تستخدم حاجه اسمها ايكوالز. واي دوت جروب اي دي. كده انت عملت جوين ما بين ايه؟ ما بين الجروبس وما بين اليوزرز، بس لما جيت تعمل سيلكت عملت سيلكت لايه؟ للاكس اللي هي الجروبس بس. طب افرض انت بقى عايز تسلكت الاثنين مع بعض، اقول لك بقى تعمل ايه بقى؟ تروح تعمل لك كلاس وتحط فيه شويه بروبرتيز، وتيجي هنا بدل ما تقول له سيلكت اكس تقول له سيلكت نيو من الكلاس اللي انت عملته ده، وتساوي كل البروبرتيز ببعضها اللي انت عايز تاخدها. ايه؟ هي عموما اللينك يو بتديك باور، وانا يعني هعملها لكم تاني واحنا مش شغالين اكتر من مره يعني. خلينا اشتغل يعني ايه، نعملها هنا تاني مع بعض، نجرب بس الاس كيو ال كويري كده ونشوفها هتعمل ايه. طبعا لا 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 انا الصراحه مش فاكر الاختصار بتاعها، مش فاكر اختصار لينك يو ايه. اه بس على فكره اللينك يو دي حاجه من اعظم الحاجات اللي اتعملت على فكره في السي شارب، لان اللينك يو فيها ميزه هي والوير. على فكره الوير فيها ميزه ان ممكن اكون معايا لسته، الليسته دي مش من الداتا بيز، عشان كده انا اديتكم الوير دي قبل ما نخش على الداتا بيز، عشان يبقى عندكم في دماغكم عارفين ان اي جينيريك ليست اعرف اعمل عليها وير، سواء كانت جايه من الداتا بيز او مش جايه من الداتا بيز تمام. هكذا اي ليسته اعرف اعمل عليها لينك يو كويري، اي اري اعرف اعمل عليها لينك يو كويري، اي داتا تيبل اعرف اعمل عليها لينك يو كويري اوف لاين. مش لازم تكون الداتا جايه من الداتا بيز، لا ممكن يكون في معايا داتا اوف لاين تمام، وانا عايز اعمل عليها كويري، مش لازم اروح الداتابيز وارجع، لان فكره انك تروح الداتابيز وترجع ده كوست عليك في التايم وفي الريسورسز بتاعت السيرفر بتاعك وفي الانفايرمنت بتاعتك. فمهم جدا ان انت تكون تعرف ان يكون معاك داتا اوف لاين وتعمل لها فلتر تمام. فاللينك يو جميله جدا في كده. وبعدين انت ممكن يكون عندك ليستتين، تخيل بقى لو انت عندك ليستتين والليستتين دول اوف لاين مش مالهمش علاقه بالداتابيز خالص، وتعمل بينهم جوين. يكون عندك اري ويكون عندك مثلا لسته وتعمل بينهم جوين
بنفس المنطق بتاع الداتابيز. اللينك يو بتخليك تعمل كده. لينك يو حاجه يعني حاجه عظيمه فعلا يعني. وعلى فكره مفيش حد, مفيش ديفلوبر دلوقتي سي شارب مفيش حاجه اسمها ان هو ما يكونش عارف لينك يو, مفيش الكلام ده. واللينك يو على فكره هي هي السيكوال, بس هو بس التخلف بتاعهم بس ان هو عامل لك الفروم قبل الوير والسيلكت في الاخر بس. ايه طبعا, بس انا عايز اجربها لكم واحده واحده. اجرب لكم الاس كيو كويري الاول وبعدين اجرب لكم اللينك يو. تمام. طريقه ايه؟ من غير ايه؟ انتوا عايزين تعملوا ايه بس قولوا لي, يعني قولوا لي انتوا عايزين تعملوا ايه وانا اعمله لكم يعني. اه اللي هي دي تصدقوا على دي اللي بنشتغل بيها على طول من اول ما اتعلم. يعني ايه طريقه ملو الاوبجكت هنا بس فهموني. في الاد المسو بتاعه الاد, ادي المسو بتاعه الاد. على فكره دي مش طريقه ثانيه. اه هنا قصدك في دي. صبرك بقى صبرك, سيبها دلوقتي سيبها دلوقتي. تي بي جروبس, انا كده في الجيت داتا رحت الفورم عشان ما تلخبطوش بس. اصحى يا اسماعيل اصحى. طبعا هروح الاول اخد اوبجكت من مين؟ من كلاس الجروبس. تمام. اوه حد يقول لي فاهم ويطلع في الاخر مش فاهم من هنا. حاضر اسال في اللي انت عايزه. لحظه بس اخلص دي واسال في اللي انت عايزه. دوت فايند, هعمل فايند. طبعا محتاج ياخد مني الاي دي. الاي دي هيجي منين؟ انا دلوقتي فين يا عبد الواحد؟ انا في الويب فورم. انا دلوقتي عايز الاي دي اللي انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل ميثود الجيت داتا اللي هي المفروض هناديها هنا عشان تجيب لي الداتا من الداتابيز واعرضها فين؟ في الويب فورم. اوكي. انا عشان اجيب الداتا محتاج الاي دي اللي انا اصلا هجيب بيه الداتا. الاي دي ده المفروض هيجي لي منين؟ هيجي لي من الفورم اللي قبله, من فورمه الليست. عشان لما ادوس تعديل هاخد الاي دي بتاع الرو اللي انا بعمل له تعديل وابعته لفين؟ للفورمه بتاعت التعديل. يعني معنى كده ان هيجي لي من كولي سترنج, صح؟ طيب هاجي هنا كده في فورمه الايديت, هدخل انا هنا في الايديت اقول له انت, مش هسال اي دي بيساوي. تمام. تروح قايل له بلس اي دوت كوماند ارجيومنت كده. اصبح الاي دي معايا في كويري سترينج. هقول له انتجر ان اي دي بيساوي ريكويست دوت كويري سترينج, وادي له هنا ايه الاي دي. طبعا كونفرت دوت انت 32 وتاخد الاي دي ده وتديه للفورم. الفورم هتروح الميثود دي هتروح تعمل ايه؟ هتروح تجيب لي الاوبجكت من الداتابيز وترجعه لي فين؟ في الاوبجكت ده. ناقص ان انا املى الكنترولز بتاعت الفورم بالداتا اللي جات لي. اوكي. تكست ايوه, ما هو ده انا بعمل كده دلوقتي, بجيب الداتا من الداتا بيز واحطها في الكنترولز. ايه ازاي؟ طب ماشي حاضر. اوكي تعال نشوف هيبقى قدامه حاجه ولا لا. انا كده الفرق المسو دي مش هكملها. ايه بالظبط؟ قوس ناقص. بصوا انتوا انا هريحكم.
هو لو داس اديت اصلا هيلاقي حاجه في الفورم لود اساسا؟ مش هيلاقي حاجه. بس ايه، لازم نكون مقتنعين. ادي فورمه ال، ادي فورمه الاديت، وادي بريك بوينت. انا عايز اعدل الرو ده، تمام؟ اهو تعديل دخل في الفورم لود ما فيهاش حاجه اصلا. اف 5 اعدل ايه بقى؟ لا 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 لا، انا بقف هنا وادوس تعديل، فبالتالي عايز اشوف الداتا. ايوه عايز اشوف الداتا القديمه عشان اعدلها. فعشان اعرف اشوف الداتا القديمه هامله بقى ايه؟ هامله الكنترولز بتاعتي. ها عملنا مش فين في الكلاس المسل دي انت بتقول كنا عملناها دي؟ اصل المسل اللي احنا اللي انت بتقول كنا عملناها واضح انها في عقلك لوحدك، فانا عايز اشوف هي مكانها فين عشان اعرف انت مشكلتك ايه. لا انا ما مليتش حاجه، انا مليتها مره وانا بعمل سيف. وكمان بص بقى، انا خدت من الكنترولز حطيت في الاوبجكت، وبعدين خدت الاوبجكت ده بقى عدته للسيف. المره دي انا بعمل العكس، انا جبت الاوبجكت من الداتابيز وباخد من الاوبجكت وادي للكنترولز. انا بعمل العكس خالص. لا في حته ثانيه كمان انا عايز امسكها. ها انت شكلك كده، شكلك كده بتقول ان احنا عملنا ميثود، شكلك بتقول على دي اللي اسمها فايند. حلو حلو ممتاز، نفتح البروجكت بتاع المره اللي فاتت. يا سلام يا سلام، استنى بس صبرك بس، نفتح البروجكت ده، انا ارجع لكم الذاكره. اصبر بس ما ارجع لكم الذاكره. بص يا سيدي، دي الميثود بتاعت الامبلوي، دي الفورم بتاعت الامبلوي، تمام؟ اهي جيت امبلوي اهي، بتعمل ايه جيت امبلوي؟ لا دي بتاعت سميه، سوري. ادي الجيت داتا، بص بتروح تاخد الاي دي من الكول سترينج، وتفتح الداتا بيز وتسلكت الاوبجكت، وتاخد الداتا من الاوبجكت تحطها في الكنترولز. وبالمناسبه فقلت لكم ساعتها ايه، حطوا الكنترولز اللي شبه بعضها ورا بعض لو تفتكروا عشان ما تتلخبطوش. ده كده انا بعمل ايه، بجيب الداتا من الداتا بيز بحطها في الكنترولز، انما السيف بقى بنعمل ايه، بناخد بقى من الكنترولز نحط في الاوبجكت، تمام؟ طبعا انتوا بتقارنوا بالمره اللي فاتت، عشان المره اللي فاتت كنا بنفتح الكونتكست في اي مكان في اي حته، دلوقتي ما بنعملش كده. كونتكست ما بيتفتحش غير فين؟ غير في البيزنس لاير، والبيزنس لاير دايما بترجع لنا النتيجه في صوره اوبجكت، تمام؟ او في صوره اي فاريبل بشكل عام. هنا مفتوح في الفورمه، مفتوح على البحر اهو عادي، ما هو مفيش حد يمنعك، بس الديزاين باترن لنا ايه؟ الله ينور عليك. قبل ما نشرح الديزاين باترن، لا واضح ان مش يعني مش اسماعيل بس اللي نايم يعني. طيب نرجع تاني كده، انا ايه جبت الداتا، يلا تكست بوكس دوت تكست بيساوي او جروب دوت جروب ايه نيم، تمام؟ طبعا للسرعه كده ايه، انا ظبطت نفسي. نشغل بقى على كده صح؟
كده كده بدأ يصحى، كده بدأ يفوق. لأن أنا لو أنا شغلته وما نلهتش دي، يبقى أنا كده ما عملتش حاجة بقى، ما هي فاضية. فوق يا مصطفى محمد، فوق يا عمنا. لو أنا حطيت دي كده هنا، ده كده صح؟ تمام، ممتاز 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 جدا. إيهاب، إيه رأيك في الموضوع ده؟ إسماعيل قال مش هيشتغل، هعمل نيو. بص هيدخل كده في البوست باك ولا لأ؟ جه هنا لقى حاجة اسمها جيت داتا، طلع كده هيفتح أوبجكت من الكلاس بتاع البيزنس لاير، يروح بقى يجيب الأي دي بقى من الكوري سترينج. جاب لك اي دي بايه؟ بصفر. تمام، هيروح يسلكت من الداتابيز، هيرجع لك بايه؟ هيرجع لك بنل. هيضرب في وشك. ليه؟ لان حضرتك بتنادي الجيت داتا في كل الاحوال، سواء كان بيعمل جديد ولا بيعمل تعديل. مع ان يا اخي سبحان الله في البروجكت بتاع المره اللي فاتت في البيج لود كنا عاملين تشيك على الكويري سترنج اللي مبعوت، هاخدها كوبي زي ما هي كده واروح حاططها هنا وبدل ده بده. بس لو لقيت ان الكويري سترنج ده نوت ايكوال نل، يعني اذا الكوري سترنج ده مبعوت، اذا مش هتعرض لمشكله النال ريفرنس اكسبشن اللي حصلت لي. انا دي الجدات نجرب. خد بالكوا احنا لسه اصلا قدامنا حاجات كتير، انا عارف ان لسه في السيف اصلا لسه ما خلصتش، بس ايه انا واخدكوا بس واحده واحده. هقول له نيو. تمام، هدخل مثلا مجموعه المتميزين. طبعا طبعا لو قلت له كلير هيفضيها لك كلها. ليه نيو؟ ارجع تاني احطها بيست. تعالى بقى ايه، نحط بريك بوينت ونمشي كده ايه واحده واحده. احنا فين بقى؟ انا متخيل. حد بيحس نفس الاحساس ده؟ على فكره احنا شغالين على منطقتين، كلاس وفورم بس. ايه يا جماعه في ايه؟ كلاس في البيزنس لاير وفورم في اليو اي. شغالين على الكلاس اللي اسمه سي ال اس جروبس والفورم اللي اسمها تمام جروبس اديت بس. يعني مش احنا ما بنروحش حتت كتير قوي يعني. طب يلا حفظ. هيدخل يفتح اوبجكت ويملى الداتا اللي فيه، ويروح يفتح اوبجكت من الكلاس بتاع البيزنس لاير، ويروح ياخد الكويري سترنج اللي اسمه از نيو. الحمد لله. بيقول لك ايه بقى؟ string wasn't recognized a valid boolean. يعني وكانه مش شايفه بوليان. شكلها كده. صبرا. ما علينا، تعالى كده. ماشي. ترو. تعالى. ترو. فولس. يلا ما فهمهاش. عندك حق.
نيو. الحمد لله لسه القيمة معايا في البيست. جاب لك الإذن نيو بإيه؟ بفولس اف 11 عشان نخش جوه، هيفتح كونتكست. تمام، ايه ده بقى؟ ما هو بص، ما هو ده من ذكائنا الزياده. هقول لك انا، ده من ذكائنا احنا الزياده، ان احنا نخليها هنا بفولس ونخليها تحت بترو. المفروض از نيو از نيو از نيو از نيو هنا تبقى، هنا تبقى بترو وهنا تبقى بفولس. فيها الخير والله. المفروض كده يديني ترو صح. اف 11 هيدخل يعمل اد، بعد الاد المفروض يعمل هيضرب. ليه هيضرب؟ انا اقول لكم ليه هيضرب يا صديقي العزيز، عشان التي بي جروبس فيها فيلدات نوت الاونال وانت ما مليتهاش، الكرييتد باي والكرييشن ديت والابديتد باي والابديتد ديت، دول مش ريكوايرد، بس دول لازم يكون فيهم داتا. الكرييتد باي هنجيبه منين؟ هنجيب القيمه بتاعته ازاي؟ كرييتد باي ده، كرييتد باي ده مين الشخص اللي بيعمل الحاجه دي؟ تمام؟ ازاي بقى؟ برضو ازاي؟ انا عارف ان هو كرييتد باي ده يوزر، انا عارف. في المكان بقى اللي احنا فيه ده بقى كاون مين دو كاونت؟ عشان مربوط بتبل اليوزر. لا، ده البني ادم اللي عمل الريكورد ده، والكرييشن ديت هو الوقت اللي اتعمل فيه الريكورد ده. انت عشان مربوط يا حبيبي بتبل اليوزر، والبرايمري كي بتاع اليوزر انتجر، ده فورين كي لليوزر اي دي. مش موجود؟ لا، هو ليه بقى موجود هناك؟ والبرايمري كي هو اللي هناك وده اللي هنا. من الاخر انا المفروض اعمل ايه؟ انا المفروض اقف هنا كده يا جدعان، ركزوا معايا، وانا بعمل اد، وانا بعمل اد هنا. قبل ما اعمل اد المفروض اقول له ايه؟ المفروض اقول له الجروب ده دوت كرييتد باي، تمام، واقول بيساوي حاجه، ما اعرفش بقى هيساوي ايه دلوقتي، واقول له ان الجروب ده دوت الكرييشن ديت بيساوي ديت تايم دوت ناو. تمام. وفي حاله الابديت ما تنساش برضو انك في حاله الابديت تعمل ايه؟ تيجي على دي كده وتقول له ده دوت ابديتد باي، ماشي، ابديتد ديت بيساوي ديت تايم دوت ناو، وتقول له نفس الاوبجكت ده دوت ابديتد باي بيساوي، ما اعرفش بقى هيساوي ايه دلوقتي. اجيب القيمه دي منين؟ لا تقولش اسماعيل، مصطفى الشيمي. ايه هنا كرييتد باي ده عايز احطه في اليوزر اي دي، تمام، اللي عمل لوجن. ايوه، صحيح، هو مش موجوده في الفورمه فعلا عندنا، تمام، هي موجوده في مكان ما في اللوجن. ما احنا لما بنعمل لوجن بنسيف بيانات اليوزر فين؟
في السيشن. يبقى لما تحب تاخد بيانات اليوزر في اي مكان في الابلكيشن كله هتجيبها منين؟ من السيشن. كونفرت. يا رب يجي المره الجايه حد يسالني يقول لي احنا هنا استخدمنا السيشن ليه. طبعا السيشن عشان تيجي تستخدمها في البيزنس لاير هنا, عشان تيجي تستخدمها هنا في البيزنس لاير مش هينفع. ليه؟ لان هنا مفيش اي ريفرنس, مفيش هنا الريفرنس اللي احنا بنجيب منه السيشن حاجه اسمها سيستم دوت ويب. هنا مفيش حاجه اسمها سيستم دوت ويب, ده بروجكت منفصل. تمام. فالصح الصح ان انت تبعتها هنا كده انت. تمام. يا اما تبعتها انت يوزر اي دي هنا, يا اما تبعتها تعملها من هناك يعني. ما علينا. يوزر اي دي الصح انك تبعتها. ليه؟ عشان ما يبقاش البيزنس لاير بتاعك معتمد ان انت شغال ويب. اه طبعا مفيش حاجه اسمها سيشن في الويندوز ولا في الموبايل. ايه هنيجي في الابديتد باي هنا. ايه ده الغباوه دي؟ هو عامل كده ليه فعلا؟ هقول لك انا تعمل ايه. تشيل التيبل من الانتيتي وتنزله تاني. عاملها لكم يا عم تعالى. ايه يا جماعه في ايه؟ لا حقك تصدقني بال لا ده ابديت الباي وانا غيرته اهو وعملت سيف ولا زعل ولا قال اي حاجه. الراجل محترم جدا وسيفنا والراجل ما اعترضش على اي شيء يعني. طيب هنعمل بقى الاتي. ايه احنا عملنا؟ اصبر بس, عملنا سيف دلوقتي. ادخل على الانتري فريم ورك بقى. اه هتمسك التيبل ده تقف عليه وتعمل له ديليت. وساعات الانتري فريم ورك دي بتبقى كبيره قوي, بتبقى مليانه تيبلز ايه بالهبل. فطبعا كل ان انت تلف جواها وتقعد تنشن على التيبل دي بتبقى حاجه مستفزه. فتعمل ايه؟ كليك يمين وفيو موديل براوزر. ادي الموديل براوزر اهو, تقدر تدخل جواه الانتيتي تايب. دي ايه؟ كل الجداول والفيوهات اللي بتبقى جايه من الداتابيز. ما عندناش غير اثنين. اقف على الجروبس ده, كليك يمين ديليت, كليك يمين ابديت فروم داتابيز, ونزل الجدول تاني. لا 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 يا باشمهندس, ده في السيكوال. لا ده صراحه مش ما حصلش معايا قبل كده, فممكن اشوف الكيس عندك يعني بالظبط يعني. طبعا تعمل سيف. تمام. عدل طبعا اسم الكولوم مظبط نفسه. طبعا هتبص تلاقي ايرورات بقى عماله تطلع لك, لان طبعا الكولوم ده يختلف كل الاختلاف عن الكولوم الثاني. ابديت باي ايه؟ داتا ايه؟ داتا بيز؟ حاضر. دايجرام الانتيتي فريم ورك. غير في الابديت باي. ابديت باي اهي. وسمع ليه؟ تعالى نسمع فين؟ في اليوزرز؟ وسمع ليه في اليوزرز؟ لا طبعا, هو انت غيرت في تيبل سمع في تيبل تاني؟ ده مش عادل اصلا. ده عمره ما كان عدل يعني. هو الكولم ده هنا بايظ في جدول تاني, عايز تصلحه بقى سهله. تعالى ادخل على تيبل اليوزر, افتح اختصارا للوقت اهو. ده كوبي بيست سيف. قفلنا. تيجي هنا شيل ده قول له بره, خش كده افتح, نزله تاني من الاول. بس خلاص خلصنا. عمل سيف كده. احنا ايه كده؟ احنا في التمام. طيب نرجع بقى للفورم.
فطبعا هتلاقي الميثود دي مطلعه ايرور. ليه مطلعه ايرور؟ لان محتاجه مني البارامتر اللي هو اليوزر اي دي، تقول له كونفرت دوت تو انت 32 وتدي له جواها مين بقى؟ اجيب بقى قيمه السيشن ازاي؟ اجيب ازاي القيمه اللي انا كنت مسيفها جوه السيشن؟ سيشن تفتح قوسين وتدي له اسم السيشن اللي انت عايز تجيبها اسمها يوزر اي دي. السيشن احنا عاملينها في اللوجن، السيشن معموله في اللوجن، لما عملنا لوجن خدنا البيانات بتاعت اليوزر وحطيناها في السيشن عشان لما نحب نستدعي البيان ده في اي لحظه نعرف نستدعيه. بالمناسبه في حاجه مهمه جدا في الاي اس بي دوت نت اسمها الكاش. صبرا. using system.web.caching تمام. الكاش دي زي السيشن بالظبط تمام، نفس النظام بتاع السيشن كده حلو، لكن الكاش فيها ميزه. الكاش فيها ميزه عن السيشن تمام، يعني لو انا جيت قلت له كاش وحطيت فيها ايه الاو يوزر دوت يوزر اي دي، طبعا انا حاطط له ناقص مش يساوي الحمد لله. الكاش زيها بالظبط زي اوبجكت برضو عندنا في الاي اس بي دوت نت زي السيشن وبيسايف على السيرفر تمام. طب ايه الفرق بين الكاش والسيشن؟ السيشن هي جلسه على مستوى اليوزر والداتا اللي فيها هي الداتا بتاعت اليوزر فقط، اما الكاش داتا بتتسيف بس شيرد ما بين اليوزرز تمام، وتبقى شغاله موجوده معاك برضو اكروس الابلكيشن. الكاش نسيف فيها مثلا حاجات زي ايه؟ لا تسيف فيها مثلا حاجه زي الكرنسي ريت اللي هو الريت بتاع العمله، يعني مثلا لو انت عندك سايت بيتعامل في العملات تمام، فممكن تسيف مثلا الريت بتاع العمله جوه الكاش لان كل اليوزرز محتاجين يستخدموا الريت ده، لان اتفقنا ان الكاش هي حاجه شيرد بتوين اليوزرز كلهم تمام. وطبعا بسجل فيها زي ما بسجل في السيشن. لا ده انواع، في انواع من الكاش دي اللي انا بعمله ده، اللي انا بعمله ده حاجه اسمها داتا كاشنج، ان انا بكيش داتا معينه. اللي انت بتتكلم عنه في حاجه اسمها اوتبوت كاشنج تمام. الاوتبوت كاشنج دي بتبقى على مستوى الصفحه، ان انا مثلا عندي صفحه معينه والصفحه دي بستخدمها كتير على مستوى السيستم، وعايز اليوزر اللي يدخل على الصفحه دي مره يكيش له الصفحه دي على البراوزر عنده، فبدخل اكتب اليمنت معين جوه الصفحه بيكيش الصفحه كلها. دي هوريها لكم دلوقتي. انما دي اللي انا بعمله ده اسمه داتا كاشنج، ان انا في داتا معينه عايز اكيشها، والداتا كاشنج بتسيف على السيرفر، اما الاوتبوت كاشنج بتسيف على البراوزر بتاع العميل. بتقلل اللود شويه عن السايت، تخلي ايه، بتخلي الدنيا اخف شويه، لان انا في داتا اتكيشت خلاص، الداتا دي بقت متسيفه عندي على البراوزر بتاعي، فلما هدخل تاني هجيبها من الداتا المتكيشه مش هجيبها من السيرفر. لا كوكيز حاجه ثانيه خالص. كوكيز على فكره الكوكيز برضو زيها بالظبط زي الكاش والسيشن. لو انت عايز تكريت كوكي نفس النظام برضه، تعمل كوكي بتكتب كوكيز وبتفتح اتنين براكت وتديها اسم الكوكيز اللي انت عايز تكتبها يساوي القيمه اللي انت عايز تحطها فيها، بس ادي الكوكيز. الكوكيز والكاش والسيشن بيتعاملوا معامله واحده بنفس الطريقه. الفرق بقى في كل واحده بقى بتتعامل ازاي. الكاش حاجه شيرد على مستوى اليوزرز كلهم، السيشن حاجه خاصه بكل يوزر لوحده تمام. الكوكيز برضو حاجه خاصه لكل يوزر لوحده. طب هو ايه الفرق بين الكوكيز والسيشن؟ الكوكيز بتتسيف على السيرفر، اسف السيشن بتتسيف على السيرفر، انما الكوكيز بتتسيف فين؟ على البراوزر عندك. عشان كده ما ينفعش تحط الباسورد بتاعت اليوزر او بيانات سنسيتيف انت مش عايز اليوزر يعرفها في الكوكيز، لان ممكن اليوزر يدخل على الملفات بتاعت البراوزر ويعرف البيانات اللي انت مسيفها.
اكتر طريقه صحيحه ان انت تسيف فيها سنسيتيف داتا هي السيشن. سنسيتيف داتا ما تتسيفش على الكويري سترينج ولا تتسيف على الكوكس، انما تتسيف على مين؟ على السيشن. تمام؟ دي بس لقطه كده في السريع يعني. طيب نرجع تاني كده، احنا ايه؟ خدنا قيمه السيشن فين؟ عملنا لها كونفرت وبعتناها للميثود بتاعت السيف. اوكي؟ نجرب. ادي الفورم بتاعتنا، هقول له نيو. يا ترى هنلاقيها؟ لا طبعا اكيد مش هنلاقيها طبعا. مجموعة هديمة كيش. انت ممكن تديسيبل الكاشنج خالص في البيج، ما هي بروبرتي اصلا، ممكن تعملها ديسيبل خالص. اف 11 هيدخل هنا يعمل ايه؟ يدي له الكرييتد باي والكريشن ديت، ويعمل اد، ويعمل سيف تشينجز، ويسيف في الداتابيس. كده احنا عملنا سيف. المفروض بعد ما اعمل سيف افضي بقى عشان اعمل جديد تاني. تمام؟ فعشان تفضي محتاج انك تنادي الكود اللي موجود فين؟ جوه الزرار ده. تمام؟ اولا تعالى تشيك في الداتابيز، سيلكت ادي اهي مجموعه المتميزين اهو. طبعا انا عملت بيست هنا فجت لي يوزر اي دي، ما علينا. طيب هاجي هنا، المفروض ان انا ايه؟ اكتب سطر الكود ده، اخده كده كوبي واحطه هنا. تمام؟ طبعا انتوا عارفين ان انا ضد الدبليكيشن بتاعت الكود. طب ايه الحل؟ ناخد دي نحطها في ميثود مثلا يعني، وناديها فوق وتحت؟ برضه ما عملناش حاجه. الحل ان انا انادي الايفنت ده من هنا، يعني من الايفنت ده انادي الايفنت ده بمنتهى البساطه، كانها ميثود عاديه جدا، وتفتح قوس. المفروض هي عايزه تاخد منك ايه؟ عايز تاخد منك السندر والاي. السندر والاي دول انت ممكن تديهم لها من دول، من اوبجكت واي اللي في الايفنت بتاعك، وممكن تديهم لها نل ونل، لان هما كده كده ده اوبجكت وبيقبل منك النل، الا اذا كنت انت بتستخدم السندر هنا. لو بتستخدم السندر هنا اوعى تبعته نل، او هتستخدم الاي اوعى تبعتها نل. ساعتها ممكن، بص بقى، ممكن لو انت بتستخدم الاي تعمل ايه بقى؟ تقول له نيو، تمام؟ ايفنت ارجيومنت، اللي هو اوبجكت من الكلاس بتاع الايفنت ارجيومنت اللي هي اصلا بتاخده. والسندر لو انت محتاجه ابعت له بقى السندر اللي انت عايزه. قول له يا عم تكست بوكس مثلا اي نيم، تمام؟ او ادي له حتى السندر اللي انت واقف عليه في الايفنت ده، او ادي له اي قيمه تعجبك. ما هو ده كده كده بياخد منك اوبجكت، ادي له اي حاجه حسب احتياجك يعني. عموما خلينا نناديه بالطريقه دي، سندر ونيو من ايفنت ارجيومنت. كده بعد ما يخلص هيمسح. تمام ماشي، بس بعد ما يخلص هيمسح. تمام، وهيدخلني تاني في حاله النيو ان انا ايه؟ اضيف. اوكي. طب وفي حاله الايديت؟ نجرب نجرب عشان افهمكم المشكله ايه. هيمسح بس الفورم نفسها هتبقى في انهي مود؟ بص يا سيدي، انا هاجي على المجموعه اللي احنا عملناها دي واقول له ايديت. بص بقى الايديت هيعمل ايه بقى. بص دخل هنا اهو في البريك بوينت دي، عمل سيلكت من الداتابيز وجاب لك
تيبل جروبس. ما احنا عاملين طريقه جديده للسيلكت، انت نسيت كونتكست دوت جروب دوت اس كي ال كويري، تمام، ورحت اديت له انا ايه جمله الكويري، يروح على مين؟ ايوه، بس انا مش حاطط بريك بوينت في الاون كليك، انا حاطط بريك بوينت هنا في الميثود، بيروح على المكان اللي انا حاطط فيه بريك بوينت. تمام كده، ايه انا جبت الداتا ومليتها في الكنترولز، خلصت هنا، ادي اتبانت القديمه، هعدل الكلام ده وهقول له ايه ايه هيبقى ايديت. طيب احنا قدامنا حل من اتنين دلوقتي، قدامنا حل اتنين من اتنين، تمام. احنا بس خلينا بس نعمل ايديت ونفهم الليله. هو كده عمل ايديت ونظف الصفحه فضاها، تمام، بس الكويري سترينج فوق ايه الاز نيو بايه الاز نيو بفولس والاي دي 5، لسه محتفظ بالشكل القديم للفورم او الشكل القديم للكويري سترينج، تمام. معنى كده ان انا لو جيت ضفت وهو هنا الاس نيو فولس مش هيضيف. طيب ايه الحل؟ على العلم ان مبدئيا انت مش هينفع تمسح من الايه من اليو ار ال ده. الحل ان يكون عندنا طريقه ثانيه نحتفظ بيها بالقيم دي على مستوى الفورم، او الحل الثاني ان احنا ننادي الفورم بشكل مختلف، يعني بعد ما يخلص احنا نعمل ريسبونس ريتر دايركت تاني على الايه للفورم. ده حل ان انا اعمل ريسبونس ريتر دايركت تاني للفورم، ده حل. تاني حل ان انا احتفظ بالبيانات دي في مكان تاني. طيب ماشي، هنكتب ريسبونس ريتر دايركت، تمام، وهقول لكم الحلول كلها. يعني لو انا جيت هنا، طبعا انا ممكن في حاله الايديت اقول له ايه برضه، ده حل تاني. في حاله الايديت اقول له بعد ما تعمل ايديت ارجع لايه، لصفحه الليست، ده برضه حل حلو. لكن احنا ايه، احنا عايزين ما نعملش كده، احنا عايزين ايه لما يعمل الايديت خلاص يدخل بقى في مود النيو ونخلص من الليله دي. ريسبونس دوت ريدايركت، تروح تعمل ايه بقى، تروح تاخد ده طبعا، ما تنساش تعمل تراي وكاتش. كده تتظبط معاك. طيب لو انا عايز احتفظ بداتا على مستوى الصفحه، انا عندي داتا عايز احتفظ بيها على مستوى الصفحه، مش هتنقل من صفحه لصفحه، تمام، ايه الطرق اللي انا ممكن استخدمها عشان احتفظ بالداتا بتاعتي على مستوى الصفحه؟ حد فاكر حاجه ولا اسهل حاجه؟ صح يا عبد الواحد، هيدن فيلد. ليه بقى الهيدن فيلد؟ لان الهيدن فيلد ده كنترول، والكنترول ده فيه حاجه اسمها فيو ستيت، تمام، فبالتالي بيحتفظ لي بالداتا على مستوى الفورم بتاعتي. انا مش عارف، هم تقريبا ما عملش ابديت على فكره، استنى بقى نشوفه ضرب فين. ما عملش، استنى ندخل في الكلاس، تعال نشوف هنا بيعمل ايه. ضرب فين بقى؟ اقول لك انا، لان الجروب اي دي اصلا جاي له بايه، جاي له فاضي، الجروب اي دي جاي له هناك بصفر، فضرب منه. خدتوا بالكم ولا اعملها لكم تاني؟ باك سيف، بص هنا الجروب اي دي جاي له بصفر، لان احنا ما ملناهوش هناك اصلا، هناك ما ملناش اصلا الجروب اي دي.
شايف الاوبجكت ده جاي منين؟ ممتاز. هنا ما اتملاش، هنا احنا جبنا سيرته هنا خالص، ما جبناش سيرته. فمعنى كده انت لازم تعمل ايه؟ تقف هنا كده تقول له اف requested query string id not equal null. تمام، تقول له ده كده كان بيعمل نيو، ما كانش بيعمل edit، كان بيعمل نيو. طبعا تقول له دوت جروب كده، انا مليت الجروب اي دي في حاله ان هو كان بيعمل edit. تمام كده تشتغل معانا ان شاء الله. ايه؟ طب ما كده لو ما عادش الجروب اي دي هيكمل عادي. ما هو طبعا انا برجع بوليان ليه؟ عشان اعرف هو سيف ولا لا، بس احنا ما بنستخدمهاش بس. يعني هو ملاش ماشي. جاي لك edit ما سيفش يا حبيبي. ما هي دي الداتا اللي في الداتا بيز اهي، دي الداتا اللي كانت في الداتا بيز اهي. ادي الجروب وادي الجروب اي دي 5 بعد كده. ايه يا جماعه؟ الاول كان بيعمل نيو والله، دلوقتي بيعمل ايديت يا جماعه، في فرق. الاول كان بيعمل نيو، دلوقتي بيعمل ايديت. اهو بص عدلها اهو. الاول انا كنت دايس على الزرار ده دايس هنا، المره دي انا دايس هنا، ما في فرق. ما ده مود للفورم وده مود تاني. انت لازم لما تيجي تست الفورم على فكره تست الاثنين، طالما الفورم بتاعتك فيها الاثنين. طيب لو عملنا ايديت دلوقتي ودوسنا كده اليو ار ال بقى فيه ايه؟ بقى فيه بترو وما بقاش فيه الاي دي. ليه؟ لان انا عملت ريسبونس ريدايركت تاني على الفورم. تمام، فكده اقدر ايه؟ اضيف نيو ويضيف معايا. تمام، طيب الحل التاني كان ايه بقى؟ ينفع تضيفي نال، بس ما ينفعش تعدليها. يعني لازم عشان تعدلي الكوري سترينج تعملي ريدايركت. الحل بقى ان احنا كنا ناخد القيم من الكوري سترينج دي ونحطها عندنا في الفورم، وبعد كده نعدل فيها زي ما احنا عايزين. تمام، احنا قلنا بنسيف الداتا في الفورم ازاي. عندنا حاجه اسمها هيدن فيلد ممكن نستخدمها. هل هي دي الطريقه الوحيده؟ لا، دي مش الطريقه الوحيده. الهيدن فيلد بتسيف الداتا فين اصلا؟ بتسيف الداتا عن طريق حاجه اسمها فيو ستيت، صح؟ طب الفيو ستيت دي ما ينفع ناكسسها دايركت؟ يعني ينفع نحط داتا فيها دايركت؟ ينفع تحط داتا فيها دايركت، وزيها بالظبط 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 زي السيشن، بس السيشن على مستوى اليوزرز وعلى مستوى الصفحات. الكاش يعني السيشن على مستوى كل يوزر وماشيه معاك في كل الصفحات. الكاش على مستوى كل اليوزرز وماشيه معاك في الصفحات. الفيو ستيت على مستوى صفحه واحده بس. تمام؟ وبرده على مستوى اليوزر، لان الفيو ستيت بتتسيف في الكلاينت مش في السيرفر. سيف عندك على البراوزر. تمام؟ ازاي نسيف داتا في الفيو ستيت؟ لا انا مالي بقى، انا عايز اشتغل على مستوى الصفحه بتاعتي بس. انا بس عايز اعلمكم ازاي تستخدموا الفيو ستيت. اسمها فيو ستيت، وتفتح تكتب اسم الفيو ستيت اللي انت عايزها. على سبيل المثال مثلا از نيو، وتقول له والله دي بتساوي ريكويست دوت كويري سترينج اوف از نيو. ده لو انت عايز تسيف قيمه في الفيو ستيت. الفيو ستيت ممكن تسيف فيها اي حاجه على فكره بالمناسبه يعني. تمام، يعني الفيو ستيت دي انا ممكن اسيف فيها لسته. ممكن اقول له ايكوال نيو ليست. تمام، اوف مثلا تي بي يوزر. ممكن اسيف فيها جينيريك ليست اري.
تمام، انتجر اي حاجه تاخد منك اوبجكت سايب فيها اللي انت عايزه زيها زي السيشن. ايه دي الفيو ستيت. تمام، خلي بالكم الحاجات دي مهمه جدا مهمه جدا. ان انا دلوقتي صفحه الويب بتاعتي عشان احتفظ بالداتا في الاي اس بي دوت نت عندي مجموعه حاجات اقدر يعني ايه امانج اموري معاهم. الهيدن فيلد على مستوى الصفحه، الفيو ستيت على مستوى ها السيشن على مستوى كل الصفحات وعلى مستوى اليوزر، الكاش على مستوى كل اليوزرز تمام وعلى كل الصفحات. اوكي، عشان بس ما تتلخبطوش بين الحاجات دي، الحاجات دي مهمه جدا. والكول سترينج ده اليو ار ال من ضمن الحاجات برضو اللي انا ايه بقدر احتفظ بالداتا فيها. والكوكيز على مستوى كل الصفحات وعلى مستوى اليوزر، بتتسيف فين؟ في الكلاينت على البراوزر. تمام، والكوكيز برضو اوبجكت زيه زي الفيو ستيت وزيه زي الكوك زي الكاش وزي السيشن وزيهم كلهم نفس النظام. تمام كده احنا خلصنا.